المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات 11 شائعة جديدة انتشرت في أسبوع، واللي رد عليها المجلس بالحقائق من خلال الفيديو اللي نشره مجلس الوزراء. تفاصيل أكتر هنتفرج عليها في التقرير اللي جاي. شائعات وحقائق، ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس. الحقيقة: رئاسة مجلس الوزراء تؤكد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا وبحث أي إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره وإجراءات التعايش معه، وتشدد على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة مع تطبيق الغرامات المالية على المخالفين. الشائعة: تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة. الحقيقة: هيئة قناة السويس توضح أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم أزمة كورونا، وتشدد على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب. الشائعة: تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لأربعة أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوضح أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ويؤكد أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف الجهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، وذلك حفاظا من الدولة على جودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين. الشائعة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقا للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي. الحقيقة: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توضح أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 من يونيو الماضي وفقا لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءا من يوليو 2020 مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم. الشائعة: حذف المستفيدين من مبادرة ما يغداش عليك من البطاقة التموينية. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي، حيث تهدف المبادرة لتقديم خصم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 200 جنيه لكل فرد يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، وتشدد على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية. الشائعة: طرح السلع بمبادرة ما يغلاش عليك بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق. الحقيقة: جهاز حماية المستهلك يؤكد أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تصل نسب التخفيضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو 20% مقارنة بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى، مع تقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة. الشائعة: توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. الحقيقة: وزارة الأوقاف تشدد على استمرار كافة حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد على مستوى الجمهورية وحتى انتهاء الأزمة بشكل كامل، وتشير إلى تحمل الوزارة كافة تكاليف التعقيم بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن. الشائعة: إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق tanseeq.egypt.gov.eg هو المنوط بتسجيل الرغبات وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والمقرر انعقادها في الفترة من 8 حتى 20 من أغسطس 2020. الشائعة: عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة. الحقيقة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المصدر سليم وآمن تماما، وتشدد على أن كافة المحاصيل المصرية بما فيها البصل تخضع لعملية فحص ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية. الشائعة:
انتشار بطيخ مسمم في الأسواق الحقيقة. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وأمنة تماما وخالية من أي مبيدات ضارة، وتضع لعملية فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. الشائعة صرف مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية الحقيقة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضح أن هناك لجان تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.